الأهداف أو الخلفيات قبل ذلك في هذه التغييرات التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي حركة دورية مصطفى، تقريبا كل سنة كان حركة في الصائفة قبل الدخول الاجتماعي في كل الأسلاك، سواء في الأسلاك الأمنية، في القضاء، في الوظيفة العمومي، في الهيئة النظامية. لكن ماذا يختلف في هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية؟ هو المعايير، والمقاييس التي أجريت بها هذه الحركة. شيء مهم جدا، لأنه كنا نشوفه من قبل كانت تندار الحركة ببعض المعايير، مرات تكون موضوعية ومرات غير موضوعية. الآن الكفاءة والإنجازات في الميدان، لزيطة سيرفيس، لكمبيتنس، وحتى العمليات، التي حققت. شفنا في هذه الحركة أنه كل رؤساء أمن الولايات الذين شاركوا في العملية الأخيرة، العملية النوعية تاع 79 كيلوغرام، 79.4 كيلوغرام من مادة الكوكايين، كل الذين شاركوا على مدار 3 أو 4 شهور تم ترقيتهم. شفنا 6 رؤساء لأمن ولايات جنوبية تم ترقيتهم. بكري نقولها بكل صراحة، كانوا يبعثوا من الجنوب يخلوهم يرشوا تما، ومرات يرقوهم، ومرات واحد أخرى من تم يبعثوهم للدار. نقولها بكل صراحة، يعني كانت هكذا تجرى. ورعية كانت سابقا هكذا، كانت هكذا. واللي عنده معرفة من رشكال الجنوب، إلى يومنا هذا، مصطفى، كان الناس عمرها لا راحت الجنوب. وهذه ماشي الجنوب، هذا عمق الجزائر، والجنوب هو الجزائر، والجزائر هي الجنوب. كاين إلى يومنا هذا كان بعض الإطارات مازال ما دخلوش الجنوب، هذا ما يعرفوش. أنا نعرف إطارات اللي عنده 25 سنة ويخدم غير في العاصمة، وهذا شيء غير معقول. الآن بهذا الحركة هذه رانا نشوفوا إن فولونتي ديجا دو فير تورني كاع لي كادر تاعنا، كل هذا الإطارات تاعنا يدوروا على كل ولاية، سواء ساحلية أو داخلية أو هضاب عليا أو جنوبية. وأيضا الناس اللي حقت إنجازات ولحقت الأهداف تاعها ودارت عملية نوعية يتم ترقيتها. سي سكون أبير لا كولتور دو ميريت. كاين 6 رؤساء أمن ولايات جنوبية تم ترقيتهم إلى ولايات شمالية. علاه؟ باسكو إيزون بروفي. وبلا ما ندخل في لي ديتاي وندير أسماواتهم، أنا قلت لك اللي شاركوا، لأنه العملية هذه تاع 79 كيلوغرام ما جاتش هكذا، برك تكلمنا عليها في حصة سابقة، أكثر من 3 شهور من التتبع، تقريبا من شهر فيفري، اللي نقلوا أول شحنة لهم وما يتبعوا فيهم. وأنا دوني لي ديتاي في الحصة اللي فاتت، يعني هذه شملت عدة ولايات، كانت كونسيرني. لانه انت باش تجيب من الحدود تاع النيجر ولا النيجر تاع المالي وتجي مطلع على كوكايين حتى العاصمه، راك تفوت على كم من ولايه. هذه الاولى. كاين لي زادجوان، سي لا بروميير فوا وين لي زادجوان شيف سورتي دو ولايات طلعوا رؤساء امن ولايات. دي زادجوان يعني نائب رئيس امن ولايه، هذه اول مره منذ الاستقلال دي زاج نواب طلعوا هما رؤساء ولايات. هذه نقدر نربطها ايضا في لو باساج دو غراد الاخير. في لو باساج دو غراد الاخير عفوا، كان لي نهار داروا في لو 22 جويي تاع اليوم العيد الوطني للشرطه، كانت تقليد الرتب. في تقليد الرتب هذا شفنا باللي لي كريتير تي دي كريتير اكزوستيف، كانت مقاييس ومعايير جد مضبوطه ودارت بطريقه الكترونيه اول مره. ما هي مثلا المعايير المحدده؟ المقاييس، السن، الخبره، المسؤوليه، التكوين، التخصص، تحقيق انجازات او اهداف واقعيه على 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 على, على الواقع. أكيد أولا بكري كانوا عبادة 3 سنين 4 سنين يطلعوهم. أنا نعرف شخصيا العيب كان يطلع من الجراد دوفيسي الجراد ديفيزيونير في 12 سنة، شيء غير مقبول، أنت 12 سنة تكون تكون أوفيسي، يعني دخل بالليسانس، كان عنده ليسانس تاع الجامعة ودخل بها، وانت تعرف بعض الجامعات الليسانس كيف يصدقوهم، يدخل بالليسانس أوفيسي 12 سنة راهو ديفيزيونير، شيء غير مقبول، ما يطلع كوميسير، برينسيبال، كوميسير ديفيزيونير،
ونعرفهم شخصيا. نو سي طري غراف، هذه كانت من قبل الحمد لله، هذه ما كاش سي بلو لو كار، هذه تنحات. اخر مره دارت سيتي اون 2018، هذيك لا لا فاك تاع 2018 وين طلعوا ناس كي ميريتي با يطلعوا. نقولوها بكل صراحه مصطفى، احنا ما نخبوش على المواطنين وعلى مئات الالاف تاع افراد الشرطه اللي يشوفوا فينا واللي نحيوهم ونشجعوهم، وعلى بالنا باللي راهم يقوموا بمجهودات جباره ليلا نهارا من اجل سلامه الجزائر، من اجل سلامه الاشخاص وسلامه الاملاك. 2018 سيتي لا دينيير فاغ وين طلعوا ناس. احنا لسنا ضد التشبيب، لكن ما عندك حتى خبره، ما عندك اوكان ايطات سيرفيس، عمرك لا درت عمليه نوعيه، عمرك لا خرجت من العاصمه وتزيد تطلع ديفيزيونير. هذه سيتي لا بيريود هذاك وين المدير العام السابق وين تنحى، ولكن للاسف الشديد كان هذاك المدير العام السابق ما نسموش اسمه اون تير با سور لومبيرونس، الا ايتي ليموجي، تم عزله لشبهة تورطه في قضايا الفساد في 2018، ولكن الموفمون اللي داروا الى ايتي اونجاجي ابري، لانه هو تنحى في اخر جوان والموفمون دار في جويليا، هما يفالي ريفوار لو موفمون، لو موفمون نا با ايتي ريفو. وتما كان ظلم بزاف، انا نعرف كثير من افراد الشرطه مصطفى يشكوا لي، يقولوا لي يقول لي كيفاش انا 12 سنه ومازالني في كراد، انا نعرف واحد ضابط كان في دانيير مون طلع ادى ان كراد دو كوميسير، 15 سنه هو كراد، 15 سنه ما اداش كراد. المعنى هذا بالعزوق ان هذا الظلم اللي تحكي عليه اللي كان كنا عايشينه وكنا نشوفوه، هل هذا الظلم لا مش حاجه نقول لك غير موجوده تماما 100%؟ ابدا ما شو حاجه تاع 100% ما كاش تغيير نوعي. نقدر نقول لك باللي بكري تقريبا 90% معرفه و10% لو ميريت كفاءة. دوكا تقدر تقول سي لانفيرس، كي نقول لك معرفه ماشي معناتها معرفه، معناتها 90% اكثر من 90% سواء الترقيات او التنصيبات او التعيينات اكثر من سيرت ايوا بمعايير ومقاييس. اللي يقول لك ما كاش منها كذاب، سقسيهم هما افراد الشرطه، قول له واش رايك هذا اللي دا كراد كوميسير هذه المره ولا دا ديفيزيون، ولا يقول لك يستاهل، يقول لك يستاهل. يعني في عمليه تسيير الموارد البشريه، لكن دوكا يقعدوا كالكوكا دي فوا. اسمع دوكا بيان سور تسيير الموارد البشريه، دوكا لو دي ار اش هو اللي يدير لو موفمون يبروبوزيه للدي جي. الكثير من اخواننا من افراد الشرطه كانوا يشعرون بالظلم، الظلم هذا، لانه انت تضرب 17 18 سنه وانت في كراد، باش تطلع بريغادي البريغادي شيف تضرب 17 سنه، باش تطلع بريغادي شيف تطلع الانسبكتور برينسيبال تضرب 10 سنين او 12 او 15 سنه، باش كانوا يتعرضوا للظلم. وعبك حتى لما تتعرض للظلم تولي ما تحبش تخدم، تولي تباكل الخدمه تاعك، لكن لما تشعر انه ماكش مظلوم، حتى اللي تشوفوا داكراد وعلى بالك باللي يستاهل تقول هذا يستاهل. هذه اول مره قلت لك ندارت اون فاسون الكترونيك، لي كريتير باغ اكزومبل سيتي 7 اون، لو مينيموم سيتي 7 اون، 7 سنين يعني اقل من 7 سنوات ما تديش كراد. كونتريرمون البكري اللي قلت لك من الحركه تاع 2018 والحركات اللي قبلها كاع، كاين ناس 3 سنين داكراد، ثلاث سنين ثلاث سنوات طلع من كوميسير كوميسير برينسيبال، 2018 طلع ديفيزيونير، ما عنده اوكان ايطات سيرفيس، عمره لا دار حاجه، عمره لا خرج من العاصمه، حياته كاع هو في الرفاهيه، حياته كاع بالوساطه والمحبات. هذه ان شاء الله الظاهره راح نقضوا عليها، ربما ما قضيناش عليها 100% لكن قضينا عليها اكثر من 90%، وصافا فنير غير بالعقل. دون فاسون اكسيبسيونيل كان اللي طلعوا خمس سنوات بو اكسيبسيونيل، هذا اسمه استثنائي. واش هو الاستثنائي؟ معناتها انت دوك درت وشاركت في هذه العمليه تاع الكوكايين تاع الاحباط شبكه الكوكايين ودرت نتائج كثر، تو ديباسي لي زوبجيكتيف تاعك، هذه داروا لهم استثناء يطلع في خمس سنين، لكن خمس سنين اكومبلي يعني بالنهار، يعني لازم يدور عليك خمس سنين او جور بري لتما تطلع، سينو سي لو مينيموم سي سبع سنوات. انا نظن اغلب افراد الشرطه حسوا هذه المره باللي ما كانوش مظلومين. اغلب افراد الشرطه كي تقولوا اسكو فلان وفلان اللي يستاهل اللي دا الكراد، يقول لك نعم يستاهل. دوك انا نتمنى هذوك اللي داو لي كراد في الالفينيات، في بدايه الالفينيات وجوسكا 2019، نتمنى هذوك يخلوهم او موان 10 باش يعزلوا دي كراد، باسكو هذوك ايزون ايتي بيستوني. نقولوها بكل صراحه، كاين بزاف ناس طلعت دي كوميسير برينسيبو دي ديفيزيونير طلعت بار بيستون،
جيسبر كو هادو ما ميم يلحق 7 ميم يلحق 10 سنوات ما يديش يخلوه لانه هذا الى بينيفيسي دان دو بريفيليج هادو ما نسموهم لي زان دو بريفيليج معناتها هذه مصطفى ودامت هذه دامت 30 سنه ربما 30 سنه بزاف ناس في لي 30 دنيير زاني كانوا يدوا ديغرات ما يستاهلوهمش داير الى تشوف البيان تاع المديريه العامه للامن الوطني قالت لك هذا التقييم تقييم سواء دار في التعيينات او في هذا لو ديرني موفمون هذا اللي ندار الحركه الاخيره ندار على حسب تقييم على 3 سنوات يعني على مدار 3 سنوات رجعيه تاعو 3 سنوات بيان سور ما جوجيهمش على عام ربما هذا العام ما كانش عندك لوكازيون باش تخدم بزاف لي زافير ربما هذا العام ما كانش عندك لوكازيون باش تطيح اون غروس افير باش تلحق لي زوبشي بالك راك جديد في البوست تاعك مازال ما ميتريزيتش لونتوراج تاعك حطوك شيف سورتي دايره ولا شيف سورتي ولايه ولا مازال ما ديتش لي زوتوماتيز مازال لي ميكانيزم مازال راك تنقي في لونتوراج تاعك لكن على 3 سنوات مع 3 سنوات سي لارجمون سوفيزون وهذه 3 سنوات ماذا تواكب تواكب انتخاب السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعني هنا نربطوها كاع بانتخاب السيد عبد المجيد تبون على رأس الدولة الجزائرية منذ انتخابه اون دو نوفو ريفلكس عندنا اون اوتر فيزيون عندنا رؤية جديدة للترقيات والتنصيبات كي بازي سور لو ميريت الناس لازم تفهم دوكا باش يدي البوست ولا يدي الكراد لازم له لو ميريت ما بقاش هذيك باراشوتي وهذا وصى عليه فلان وهذه وصات عليه فلانة وهذه لازم نحوها قطعا هذه المحبات والوساطة والتدخل وهذه لازم تتنحى لازم انا لو كان جيت في مدير عام يعيط لي واحد يدير لي اون انترفونسيون نميتيه وين ما يزيدش يطلع هكذا لازم يتعلموا اللي يدير لك اون انترفونسيون تميتيه وانا نتمنى يوصلوا بهذه الوثائق لانه لو موفمون هذا براتيكمون اللي شفتهم كاع في شفت سورتي دولايه شفنا حمله على رئيس لو شيف اس وي بي جي يعني رئيس مصلحه الشرطه القضائيه لامن ولايه الجزائر يتعرض لحمله شرسه منذ سنوات هاو رقاوه رئيس امن ولايه البليده لماذا؟ روح شوف واش دار يعني كاين دي ريزولتا رقاوه سور ريزولتا ما رقاوهش هكذا سور اون كومبليزونس ولا سور اون افينيتي بيرسونيل المصالح الاساسيه التي تعنى بالامن الوطني الامن القومي صرا فيها تغيير مديريه الامن العمومي مهمه جدا مديريه الشرطه العامه مديريه الاستعلامات العامه اضافه الى المصلحه المركزيه لقمع الاجرام وما ادراك ما الاجرام وعواقبه الوخيمه اضافه الى مديريه الدراسات التي تهتم بجمع المعلومات واعطاء اكثر رؤيه بالداتا هذه المديريات كاع حطوا فيهم رؤوس جديده هنالك اراده لاكثر فعاليه في العمل مصطفى لو نشوفوا لي موفمون هذوما ملي جا المدير العام الجديد هو نصب ان لم تخني الذاكره في 16 مارس 2021 يعني الى ابوبري 2 ans et demi ان بو موان ك 2 ans et demi عنده تقريبا سنتين ونصف ملي راه مدير عام الامن الوطني رانا نشوفوا عطى ديناميكيه بدون مجامله كاين ديناميكيه جديده كاين نفس جديد بكري كانوا يحطوا لنا دي جي اغلبهم ما نقولش كاع اغلبهم ما عندوش مستوى عندوش دي جي يجيبه باراشوتي باسكو محسوب على فلان سيتي بلوس شوف لي نوميناسيون من 62 الى يومنا هذا نهضروا بسون طابو بدون طابوهات من 62 حتى 2019 لي نوميناسيون تاع لي دي جي اس ان كانت تندار سور بالتليفون وكانت تندار بالمحبات وكانت تندار بالولاءات السياسيه وهنا يجي سؤالي خليني نكمل لك من فضلك سؤالي تصور حنا موالفين لنوميناسيون يصراو بالشرعيه الثوريه لي زونسيان مجاهدين يشاركوا بالثوره مراها ولينا بعض الوقت والسياق لنوميناسيون عندهم شرعيه الانتماء سواء الجهوي سواء للحاكم الاني سواء كرئيس او وزير او غير ذلك هل دخلنا مرحله الشرعية العلمية والكفاءة أنا اعتقادي في شخص المدير العام ديجا أنا قلت لك اعتقادي في 16 مارس 2021 تم تنصيب السيد زين الدين بن شيخ فريد على رأس المدير العام للأمن الوطني بارابور ا سون سي في ما عندوش اون افينيتي بيرسونيل انا هذا يعني المعلومات اللي عندي والاعتقاد تاعي انه
سي سور سون سي في سور سي زيتا دو سيرفيس لا كومبيتونس تاعو واش حقق والمسار المهني تاعو. يعني تشوف المناصب اللي تقلدهم ليه سيد عنده دو دكتوراه جايبهم في اوروبا الور كو اللي قبلوا ما نانيش حاب نروح بعيد يعني باش ما ندينيغريش الناس. انت يعني مرات يحطوا لك واحد امي دي جي اس ان كيفاش تما وما تعرف تكتب ما تعرف تقرا يحطوك دي جي اس ان يعني شيء مؤسف جدا. هذه كانت تندار من قبل يعني النوعيه بدينا نشوفوها في مارس 2021 لانه اللي قبله تحط في 2019. وانت تعرف مصطفى باللي في 2019 كنا في واحد الفتره شويه صعبه وفتره انتقاليه وقبل انتخاب سيد عبد المجيد تبون الكثير من الناس اغلب الناس انا اتحمل مسؤوليه قوالي اغلب الناس الذين نصبوا في 2019 في العديد من المجالات ما يستاهلوش المناصب تاعهم. وهذه الحركة تاع الشرطة قلت لك نربطوها بكل حركة حفنا شفنا حركة في الجيش الشعبي الوطني شفنا ترقيات في الجيش الشعبي الوطني وشفنا أيضا لا كومبيتونس في 5 جويليا شفنا رئيس الجمهورية شرف على مراسم تقليد الرتب لضباط الجيش الوطني وكاع ايزون ايتي نومي بار كومبيتونس ليكسبيريونس تاعهم ولي زيتا دو سيرفيس تاعهم واش داروا في الميدان ما تلقى حتى واحد فيهم ما يستاهلش بالعكس في القضاء نظن أنا اعتقادي أنه راح يكون حركة مقبلة في سلك القضاة عن قريب ما ربما في هذه الأيام الأيام القادمة. أظن الحركة أيضا تاع القضاة لأنه الحركة جد مهمة أنه القضاء ركن من أركان الدولة من الأركان الأساسية للدولة في القضاء أيضا راح تكون بمعايير ومقاييس جيسبر. أتمنى أنه هذا نقضوا على المحبات نقضوا على المحسوبية نقضوا على التدخلات ونقضوا على الوساطات وبركات من هذه محسوب هذا محسوب على فلان وهذا محسوب على فلان بركات مصطفى أوروزمون الحمد لله قلت لك شفنا دون فاسون الكترونيك لي باساج دو غراد هاد التعيينات ماش حتى واحد انتقد التعيينات هذه الاخيره ولا قال هذا ما يستاهلش. ربما تقدر كاين ناس يقول لك انا كنت نتمنى نترقى واحد يشوف روحه باللي صح خدم هذه وي سابي اريفي بصح باش واحد ما يستاهلش ورقاوه لا اظن. طبعا كاين مرجعيه ذاتيه كاين رغبه شخصيه لكل انسان انه يكون في مناصب وكاين ربما صح كاين ناس هاد الخطره ما حصلهمش الحظ وما طاحت لهمش لوكازيون باش ويستاهلوا باش نقولها بكل صراحه. كاين بزاف ناس اللي خدمت وتستاهل ودارت عمليه نوعيه شوفوا هاد بار اكزومبل لافير تاع لا دانيير افير هذه تاع هضرنا على 79 كيلوغرام ما هضرناش على لافير تاع 35 كيلو كيلوغرام هذه ثاني عمليه نوعيه كبيره اللي لقاوها في ان باطو بافيون مالتي جو بونس لو باطون بافيون تاع هذاك الباخره اللي دو مالت كان فيها طاقم فيليبينيين مازال ما قدموهمش الى وكيل الجمهوريه وقاضي التحقيق جو بونس سي اون كور لكن عمليه نوعيه جدا والناس هذه اللي خدمتها اوسي الميريت اون بروموسيون وتستاهل كل خير. وهذه يا مصطفى لازم تفهموا حاجه في كل اسلك وفي كل الوظائف وفي كل هذا يعني المجالات وكل قطاعات في كل قطاعات لازم تعلموا لا كولتور دو ميريت يعني اللي يستاهل يدي اللي ما يستاهلش ما يديش. نقطه اخيره مصطفى كساسي شفنا الحمد لله انه ماشي كيما بكري قبل ما يديروا نيمبورت كال موفمون دون ان كور كونستيتوي ولا في القضاء ولا في جهات اخرى يجوا بعض ابواق الفتنه بعض الخونه بعض هذوما اللي يدعي وانتمائهم الى الدوله والدوله العميقه وانتمائهم ما ينتميوا لولو ينتميوا للارتزاق وينتميوا للنشر الفتن والاكاذيب والبهتان يجوا ينشر لك. شفنا باللي ما سمعوش كاع بالموفمون هذا وهذه من التقاليد التي ارسخها سيد عبد المجيد تبون. يعني كان حركه في الولات كان حركه في الوزراء كان حركه في الجيش كان حركه في ضباط الشرطه حركه في القضاء واحد ما يسمع بها حتى تشوفها في لابيس ولا تشوفها في النشره تاع 8 ولا تشوفها في الموقع تاع رئيس الجمهوريه. وهنا راك ضعف وتوري بلي هادوما اللي يدعيوا علاقات مع الدوله بلي اون فان كونت سي دي كلون بلي سي دي بوفون اي دي كاناسون وبلي هادوما ما لا يمثلون الا انفسهم. عندي سؤال اخير ما قلناش الوقت في هذا الجزء بصح عندي سؤال اخير. عاده في الجزائر نحسن ان نحقق انجازات لكننا ضعفاء جدا في الاتصال
والتسويق لهذه الإنتاجات، والتسويق ربما هو أحسن وأفضل من الإنجاز بحد ذاته، لأنه يخلق العلاقة هذه ويوطدها ويخلي حتى الجزائري في أمان. نموذج الأمن الوطني مثلا، لماذا لا نرى مثلا صناعة رموز رمزية عندما يكون بطل تدخل في إيجاد حل وإيقاف 35 كيلوغرام من الكوكايين وبعدها 79؟ لماذا؟ رغم أني أعرف فيه حساسية، الإنسان اللي يقوم بهذا الميتيه لازم له حساسية، لازم يفول بروتيجي وسي بس ويقدر عرضة لانتقامات غير ذلك، وعلاش ما عندناش ثقافة صناعة البطل من جهة، ومن جهة أخرى ماذا عن علاقة الشرطي الجزائري الآن بالمواطن في الاحترام في التواصل وفي الحماية؟ الشرطي مصطفى مواطن، الشرطي الجزائري قبل ما يكون شرطي مواطن، كاين يحيى لاتوني تاعو يكمل الخدمه تاعو على الخمسة ويروح لدايون كورا، ها كاين اللي يكملوا على 7-8 تاع الليل بكل صراحه، هذه اضعف الايمان على الخمسة وبكل صراحه. وري ليك الشرطي، يعني نقولوها بدون مجامله، وري ليك الشرطي ما راهوش يتعب ويخدم كونترالمون دوت ميتي وين يروحوا يبداو على 10 ويخرجوا على 2، اي هو يبدا على 8 يكمل على 5، ولا بريغاد دو نوي يبدا على 5 يكمل على 8 تاع الصباح. يعني تدخل انت بيرو تاع لا بي جي، نتحدى اي واحد في 58 ولايه، ادخل مكتب تاع الشرطه القضائيه اللي ما لقيت 70 ملف فوق البيرو تاعو، كل نهار يعطوا له 100 طافير، كي الشرطي كي القاضي كي قاضي التحقيق كي وكيل الجمهوريه، ضغط كبير عليهم. كي الدرك هذاك اللي حكم، كي نقول لك شرطه قضائيه، شرطه قضائيه تاع الدرك ولا تاع الامن ولا تاع، يعني مصطفى الشرطي هذا من وين جاي؟ هو جاي من المجتمع، وكي نحي لاتوني تاعو يولي مواطن عادي. شكون ما عندوش في العائله تاعو الشرطي؟ انا عندي جيراني شرطه، عندي افراد عائلتي شرطه، عندي اصدقائي افراد شرطه، مواطنين عاديين ويعاني نفس المشاكل اللي عندهم وعايش كوم نيمبورت كل الجيريا، يدخل يؤدي المهام تاعو، كي يكمل المهمه تاعو يعاود يولي المجتمع كيما انت كيما.